حياكم الله مشاهدينا من جديد. زي ما ذكرنا فقرتنا هذه تتحدث عن الخصوصية مع انتشار الأجهزة الذكية وأيضا برامج التواصل الاجتماعي، أصبح يعني مجتمعنا بلا خصوصية. يعني ما نتذكر أو نذكر يعني مثلا أحد الأمثلة، سناب شات مثلا يستعرض كل شيء للأسف، يعني هو يعني وجد لشيء معين لكن الناس استخدمته في كثير من التفاصيل. أنا الآن ممكن أعرف فلان وش تغدى اليوم، فلان وين راح أمس، فلان عنده مين. يعني أصبحت الخصوصية لدينا في المجتمع غير يعني غير موجودة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون معنا في الاستوديو الأستاذ سلمان العطاوي، مدرب الدولي المعتمد في تطوير الذات. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. أستاذ سلمان، هل يوجد لدينا الآن خصوصية؟ أول شيء أنا حاب أني أتكلم عن الخصوصية بالمفهوم العام. نعم. الخصوصية اللي دعا لها الإسلام والخصوصية اللي تدعي أو تنادي فيها منظمات حقوق الإنسان في العالم سواء العربي أو العالم الأجنبي. نعم. فالخصوصية موضوع مهم يدل على أهميته، أن الإسلام حظنا عليه، هذا من زاوية. الزاوية الثانية أن الإسلام دين شمولي وعالمي، فشمولية الإسلام وعالمية الإسلام أتاحت للشخص أن يكون له مساحة في حياته خاصة لا يسمح للآخر أن يطلع عليها أو أن يشاهدها، إلا إذا كان هذا الشخص هو راضي فيها، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق السناب شات أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق مثلا بعض البرامج الاجتماعية التواصلية، هو سمح للآخر أنه يشاهده. فهذه من الأشياء ومن المساحات اللي قد يبتعد مفهوم الخصوصية في هذه الزاوية. نعم. سلمان، الآن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يعني ليس لدينا خصوصية في يعني حياتنا اليومية حتى يعني الآن، والأمثلة كثيرة يعني نشاهدها، على حتى أنها أصبحت الآن يعني على مستوى المجتمع من خلال مثلا تويتر، أصور صورة مثلا وانزلها في تويتر وممكن صاحب الصوره ما يدري اني انا تصورت في مكان عام، زي ما شاهدنا يعني الايام الماضيه واليومين الماضيه الحديث عن يعني زوج وزوجته في احد المطاعم وحط شماغه عشان بس يغطي البارتيشن، لكن تفاجأ ان الصوره انتشرت من واحد كان زائر للمطعم. صحيح. هنا هذه يعني الخصوصيه اصبحت غير موجوده. الخصوصية هنا تكون مفقودة، لأن في طرف آخر اقتحم هالخصوصية هذه. نعم. وخالف المبدأ اللي المفروض حنا مفطورين عليه كبشر وكدين إسلامي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه. فلو حنا اتفقنا على المبدأ الإسلامي والمبدأ الشرعي قبل المبادئ الغربية وقبل النظريات الأوروبية أنه نسير على الدين الإسلامي لانزاحت هذا المفهوم اللي هو اقتحام الخصوصية. وبعض الناس للمعلومية، وهذا يذكر علماء النفس والمهتمين بعلم الاجتماع، أنه بعض الناس يكون عنده مشاكل، عنده هموم يفرغها في الطرف الآخر باقتحام خصوصيته. فهذه من الأشياء السلبية ومن الأشياء اللي أحيانا يكون فيها مشاكل ويكون فيها إشكاليات في المجتمع الواحد. طيب أستاذ سلمان، ما هي أسباب غياب احترام الذات واحترام الخصوصية؟ أول شيء احنا ننطلق من كما ذكرت في البداية ولا زلت أكررها وأؤكد عليها، اللي هو الأصل الشرعي، وهو ينطلق من احترام الصغير للكبير. فإذا بدينا من هالدرجة هذه راح يكون الاحترام معنا حتى في تبادل الأطراف بين بعضهم في علاقاتهم الاجتماعية. النقطة الثانية هي غياب الوعي، غياب الدور الإعلامي وغياب الوعي كذلك سواء صغار سن، سواء لمراهقين، سواء لناس عندهم إشكاليات وعندهم هموم يحاولون يفرغونها في الطرف الآخر، سواء بنشر صورته، بنشر بعض معايبه، وبنشر بعض سلبياته. هذه من الأشياء اللي حقيقة يجب أن يهتم فيها سواء المربين، الإعلاميين، الصحفيين، لابد أنهم يهتمون بنشر ثقافة احترام حق الآخر في خصوصيته، وأن هذه الخصوصية مربوطة فيني أنا كشخص، ولا يحق لأي شخص أن يطلع عليها إلا بموافقتي أو بأني أنا اللي أنشر الصورة عن نفسي والطرف الآخر لا ينشرها عني. نعم. الآن يعني الواحد حتى بالشارع صار يخاف أن أحد يصوره، يعني يخاف أن يكون في موقف معين وشوي للفلاشات الكاميرات تلتقطه. يعني الآن يعني الجوالات أو الصغير الكبير كلهم معه
جوال وكاميرا ويبدأ يصور، يعني ممكن أنت ما تدري. هذا هو يعني عدم احترام أو اقتحام الخصوصية للطرف الآخر يعني. وهذا أصلا زي ما ذكرت أنه أصلا حتى منافي أو نفاه يعني ديننا الإسلامي أنه نقتحم خصوصية الغير. هذه من الأشياء اللي إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالملك سلمان أطال الله عمره يوم تولى مقاليد الحكم أرسل شيء اللي هو مكافحة الجرائم الإلكترونية. نعم. فهذه قد تكون رادع لبعض الشخصيات ولبعض سواء المراهقين أو الأطفال أو حتى الناس اللي يحبونهم يطلعون على عورات المسلمين، هذه قد تكون رادع اللي هو شكلها القانوني. فأتوقع أنه إذا غابت التوعية وغابت النصيحة وغابت التوجيه لابد أن يكون فيه موجود اللي هو الرادع القانوني، والرادع القانوني يردع مثل هؤلاء أنهم يقتحمون خصوصية الآخر. نعم. الآن يعني كيف أنا أحط أضع حد لعدم اقتحام خصوصيتي؟ مثل ما ذكرنا أن الخصوصية مساحة خاصة فيك أنت، أنت تضع حد أنه لازم يكون عندك ضوابط. هذه الضوابط سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى ضوابط فيك أنت كشخص، أنه تبتعد عن الأماكن اللي يكون فيها شبهة، تبتعد عن أحيانا التجمعات اللي تكون مشبوهة، تبتعد أحيانا عن بعض زي ما تقول الأشياء اللي الناس أحيانا يقتحمون خصوصيتك فيها. فهذه من الأشياء اللي لابد أن ننتبه منها ونحذر منها. وبعض الناس عنده تطفل، عنده حب استطلاع، يحب ينشر الفتنة، يحب ينشر الزعزعة اجتماعيا، وزي ما تقول في مجتمعنا بعضهم الناس تختلف أو إثارة مثلا لقطة معينة حدث معين باستخدام التصوير. يعني نشاهد في موقع تويتر يعني العديد من الهاشتاجات وصلت للترند، يعني وصلت مشاهدة عالية، وهي يعني الشخص ما يدري يمكن عن أنه وصل للترند في تويتر. وهذه المشكلة، بعضهم يحب يبيع مادة، بعضهم يحب يكسب مشاهدين، فيستغل مثل هالفرص ويستغل مثل هالأحداث حتى أنه يروج لنفسه أو يروج للهاشتاج اللي هو متبني. نعم. الآن يعني في جيل صغير مثلا قادم الآن يمتلك أجهزة ذكية، له حسابات في مواقع التواصل، له حساب في سناب. كيف ممكن يعني ممكن أنه نوعي الجيل الجديد؟ مثلا نقول الجيل الحالي الآن خلاص يعني صار وانتهى، لكن كيف ننمي الخصوصية في الجيل الصغير؟ والله تنمية الخصوصية تكون من المدرسة، والآن وزارة التربية والتعليم أو وزارة التربية عندهم برنامج اللي هو برنامج فطن. وبرنامج فطن ليل وهو قدام هالكاميرا وقاعد ياخذ جولة في حياته كلها. يعني أنا يعني كمثلا مشترك في الحساب، أنا يعني وش تهمني فيه؟ يعني أني أنا أشوف أنك رحت مثلا لفلان زيارة خاصة، مثلا أنك أنت تعشيت في مكان وقاعد، يعني صار هو استعراض لليوميات. وهذه أنا ما أعتبرها خصوصية، أعتبر أن الشخص اللي استخدم سناب شات وبدأ يعرض يومياته ويعرض بيته ويعرض أكله ويعرض أسرته، هذا يعني ليست خصوصية، لأنه هو بدأ يوريها للناس وبدأ المشاهدين اللي عنده يطلعون عليها. ولكن من الأولى على الشخص اللي يستخدم سناب شات أنه يستخدمه بحذر ويستخدمه بعقلانية، لأن بعض الناس تجاوزت عندهم أشياء يعني تسيء للأشياء فيها، يعني فيها نوع من قلة الأدب، أشياء فيها نوع من كذلك خدش الحياة، أشياء فيها نوع من مخالفة فطرنا، من مخالفة عاداتنا وتقاليدنا نحن كمجتمع سعودي. نعم. فالمفروض أن هؤلاء يحتاجون توعية، يحتاج أنه يشتغل على سناب شات بضوابط، حتى أنه يبدأ ينزل أشياء مفيدة. أنا وش راح أستفيد إذا نزلت لي أكلك ولا نزلت لي أشياء خاصة فيك بينك أنت وعيالك؟ صح. فأتوقع الشخص اللي يستخدم هالأشياء يحتاج لمعالجة ويحتاج لمناصحة. هو ما احترم خصوصية نفسه أصلا، هو ما عنده خصوصية الناس. هو الخصوصية عنده منزوعة خلاص، أنت ارتضيت أنك تنزلها في سناب شات، فأنا راح يعني يحق لي أني أشوفها وأشاهدها، ويحق لي أني أسولف برضه في المجالس عنها، ما عندي إشكالية، لأنه أنت ارتضيتها على نفسك ونزلتها في سناب شات. نعم. الآن مثلا نعطي مثال، أنه أنا في مكان عام واحد اقتحم خصوصيتي، التقط لي صورة ممكن في أي مكان يعني عام، كيف ممكن أتعامل مع هذا الشخص وقتها؟ أنت تتحمل، إذا أنت مشهور فالله يعينك،
واذا انت شخص عادي ما اتوقع انه الـ 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 ولكن مثل ما ذكرنا انه مكافحه الجرائم الالكترونيه هي اللي عاقب عليها القانون. فهل انت بتروح تعاقبه وتروح تطالبه وتبدا تقتص منه وتحوله للمحاكم والشرط؟ بس في حدود ممكنك تستعين بمكافحه الجرائم الالكترونيه في تتبع مثل هذا الشخص. صحيح، اذا كنت انا وزوجتي واطفالي في السوق يجي واحد يصورني هذا خصوصيه لي واقدر اني اعاقب عليها بالقانون وبالشرع. نعم، طيب اعلاميا الان كيف ممكن معالجه هذا الموضوع اعلاميا؟ اعلاميا يبدا على الدور من المشاهير اللي عندهم عدد كبير من المتابعين، هم اللي مفترض عليهم انهم يبدون يوعون الناس ويبدون يوجهون الناس بالتوجيه الصحيح لاستخدام مثل هذه التقنيات الجديده اللي دخلت علينا كمجتمع سعودي، وحقيقه دخلت كذا بسرعه والناس اشتغلت عليها بشكل يعني بعض الناس اشتغل عليها بشكل يعني اهوج واعمى ولا يعرف يستخدمها الاستخدام الصحيح. وهنا يجي دورنا احنا كاعلاميين، يجي دورنا احنا كمدربين، يجي دورنا احنا كمعلمين انه نوجه الاجيال الجديده في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالاستخدام السليم الصحيح اللي ما يضر اول شيء نفسك ولا يضر مجتمعك ولا يضر العائله اللي انت تنتمي لها. نعم صحيح. الاحترام مساله متبادله بين الناس، ما هي نصيحتك دكتور في هذا الموضوع؟ والله الاحترام من 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 بشكل عام وايضا بشكل خاص في احترام الخصوصيه. الاحترام من البذر الجميله اللي دعا لها الاسلام، والاحترام حقيقه هو من الاشياء اللي تنادي بها الفطر السليمه وينادون فيها العقلاء وينادون فيها العلماء، انه كوني ازرع الاحترام بيني وبين شخص او ازرع الاحترام في مجتمع فهذا يدل دلاله كامله على اننا مجتمع واعي ومجتمع يحترم نفسه ويحترم كذلك الاخر. نعم، ايضا يعني استاذ سلمان زي ما ذكرت انه الخصوصيه هي انواع، وفي خصوصيه ذاتيه يعني هي يعني فطره بشريه، يعني كيف يعني ممكن اني اوعي الناس انه هذه الخصوصيه الان هي فطره انسانيه موجوده خلقها الله؟ الخصوصيه انت ذكرتها انواع، منها العزله نعم، ومنها كذلك مثل ما يسمونها الحميميه والعلاقات الزوجيه، ومنها كذلك عدم الكشف عن الهوية، ومنها كذلك بعض الناس يعني عنده تحفظ فما يبغى كل الناس تطلع على الأشياء اللي موجودة في حياته والتفاصيل اللي موجودة في حياته. فهذه بعض من أنواع العزلة، وهي من الأشياء اللي مثل ما ذكرت لك قبل شوي أنه الشرع يأدب عليها والقانون يأدب عليها فلا تقتحمها. نعم، والنوع الثاني هي ذكرت لك أربع أنواع اللي هي العزلة نعم، والحميمية اللي هي العلاقات الزوجية، وعدم الكشف عن الهوية، بعض الناس ما يحب يكشف عن هويته في مجتمع غريب، ثم التحفظ، بعض الناس حتى في أسرته في الناس اللي حوله دائما متحفظ، ما يحب انه يكون عنده خصوصية ويحب انه يكون عنده شيء خاص فيه. طيب سلمان، وانت يعني مدرب تطوير ذات، هل كان لكم يعني نشاط في مثل هذه المواضيع من خلال إقامة دورات التي تختص باحترام الخصوصية؟ أقيمت عدة دورات، يعني انا كنت متطوع فيها في بعض مدارس الرياض، انه كيف الطالب يستخدم الجوال، يستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل المقبول والشكل الإيجابي اللي يعود عليه بالنفع والفائدة واللي ما يضر نفسه ولا يضر بلده. نعم، نصيحتك يعني الأخيرة في هذا الموضوع؟ والله نصيحتي للجميع أنه نشتغل على وسائل التواصل وعلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعية بضوابطنا وبقيمنا، وقبل ذلك بما يملي عليه ديننا الإسلامي، حتى يعني تكون الحياة جميلة وتكون كذلك، لأن الخصوصية هي شيء خاص في الشخص وشيء كذلك يعني صعب أن نقتحمه وصعب أن نتجاوزه، فدين الإسلامي هو الضابط هنا وهو اللي يردعنا عن اقتحام خصوصية الآخر. نعم، سلمان العطاوي المدرب الدولي المعتمد في تطوير الذات، شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيك العافية وشكرا.